شكرا سارة وشكرا حسام على الاستطلاعات اللي كانت موجودة. يمكن أنا استوقف عندي في الاستطلاعات دي حاجة مهمة جديد. إنه الثلاث أرباع الأمهات ديل إنه عدد من الضيوف اللي كانوا موجودين من خلال الاستطلاع لأمهات بسيطات شديد، لناس بتبيع كسرة، لناس بيبيعوا شاي، لأم ما تعلمت لكن كان مصر إنه تعلم أبنائها، لأم ممكن يكون راجل توفي من بدري لكن كافحت طبخت في البيوت، عملت حاجات كثيرة شديد عشان أولادها يكونوا ناجحين، عشان تطلع جيل ناجح، وربنا يديم الصحة والعافية.